هنتكلم مع طيب يعني هنتكلم عن مشاريع مهمة جدا في هذا التوقيت. احنا مصر فيها مميزات في بعض المجالات، والقطاع الزراعي من هذه المجالات، ومهم جدا ان انت تنتبه لانك بتتكلم على الامن الغذائي، بتتكلم على القطاع اللي بيستوعب اكبر عدد من فرص العمل، الاستثمارات الضخمة، قطاع بينمو، وفي نفس الوقت هو داعم كبير لأي دولة. القطاع الزراعي هو نقدر نقول السند الحقيقي لأي دولة. من يملك قوته يملك قراره، هي كلمة مهمة جدا أو جملة مهمة جدا إن احنا ندرسها. من ضمن المميزات اللي عندنا بعض المحاصيل الغير تقليدية اللي كنا دايما بنتكلم عنها، زي الذهب الأخضر. في ناس كانت بتقول احنا ما نعرفش عنه إلا القليل، وهو الجوجوبا. بصراحة مصر نجحت في هذا المجال، قدمت نموذج جميل جدا للاستثمار في محصول مجزي يدخل في عدد كبير جدا من الصناعات، يتواكب مع السياسة الدولية وهي الاقتصاد الأخضر، فده كله يساعد ويحفز على ان احنا نزيد من الاستثمار في هذا القطاع، خاصة لما نشوف اهتمام الدولة. مصر بتبدأ بإنتاج الذهب الأخضر، أغلى زيوت العالم. بدأت مصر زراعة الذهب الأخضر أو كما يعرف بزيت الجوجوبا في عدة محافظات ومواقع لتحقيق العديد من المميزات، حيث ينتج الجوجوبا أغلى زيت في العالم، وهو زيت الطائرات، فضلا عن استخدام الإنتاج في عدة صناعات وتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية متعددة، حسب ما كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تقرير معلوماتي كشف عنه صباح اليوم تحت عنوان أشجار الجوجوبا الذهب الأخضر في مصر. ودشنت في مصر أكبر مشتل جوجوبا في الشرق الأوسط في نجع باريس بمحافظة الوادي الجديد منذ نحو عام بغرض إنتاج زيوت الطائرات، وهي أغلى زيوت العالم، وهو المشروع الذي أقيم على 15,000 فدان بتكلفة تناهز 750 مليون جنيه حسب ما ذكر تقرير معلومات الوزراء. وتستهدف السلطات المصرية أيضا زراعة 3,000 فدان من الذهب الأخضر في محافظة البحر الأحمر باستخدام مياه الصرف المعالج بالتعاون مع المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وهو المشروع الذي تم الانتهاء من زراعة 1,000 فدان فيه، وجاري العمل على المرحلة الثانية بإجمالي 2,000 فدان كما ذكر المركز. وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد من الذهب الأخضر نحو 200 كيلو جرام حسب ما كشفت تجربة زراعته بمنطقة وادي النطرون، وهو المشروع الذي تم حصاده لثلاث مواسم حتى الآن مع استمرارية عمله. ويجرى أيضا زراعة الجوجوبا في غابة سرابيوم بنطاق محافظة الإسماعيلية ضمن مشروع لزراعة عدة أنواع من الأشجار على مساحة 500 فدان. يبلغ حصة الذهب الأخضر منها 6% من مساحة المشروع. يمتاز نبات الجوجوبا بأنه يستهلك كميات قليلة من المياه ويتحمل درجات ملوحة عالية دون التأثير على الإنتاجية، كما يحتاج إلى كميات قليلة من الأسمدة العضوية في السنوات الأولى لزراعته مع عمر افتراضي يصل حتى 200 عام. مصر نجحت في هذا المجال، وقدرنا كمان ان احنا ننتج الشتلات المناسبة، وقدرنا ان احنا ندخله في صناعات عديدة. تم استعراض هذه المشاريع في كوب 27، وتم ايضا الفوز بالمركز الثاني في المشروعات الخضراء، المشروع الجميل اللي تم تنفيذه مع هيئة تنمية الصعيد في البحر الأحمر. المجال بالنسبة لزيادة أشجار الجوجوبا والحفاظ على البيئة والاستفادة من مواردنا أصبح الآن في مصر واقع وحقيقة.